مستوى التعليم اصبح افضل، مستوى الوعي، مستوى الثقافه، كل الان داخل على الفيسبوك ووسائل الاتصال الاجتماعي، ما فيش خبر في العالم بيخفى عن اي شيء، حادثه ما فيش حد يقدر برشلونه. يخبي اي حاجه دلوقتي. نعم بالتاكيد. وهل سنظل، وخاصه من الناحيه الاعلاميه وبعض الاعلاميين اللي برضو شايفين ان التقييم يقاس بمقياس الحب والكره، سواء على مدرب بيحقق انجازات او مجلس اداره ماشي بالنادي في طريق صحيح؟ بص انا هقول لحضرتك، هو في امور تحتمل وجهات النظر، وفي امور تحتمل ان احنا نختلف، وامور تحتمل انك تفكر بشكل مختلف عن اللي انا بفكر فيه، وفي امور اخرى ما تحتملش هذا الخلاف. وانا استاذن حضرتك ان انا ادخل بيك في مساله اللائحه مثلا. لو انا جاي لحضرتك النهارده نتكلم عن انتخابات، فده امر يحتمل ان تكون هناك اكثر من وجهه نظر واكثر من راي واكثر من موقف واكثر من اختيار، مع احترامي لكل الاراء بالمناسبه. ومش معنى انه اكون مع حد انه مش من حق حد اخر يكون مع حد تاني، يعني ده لو احنا جايين نتكلم انتخابات. لكن انا جاي لحضرتك اتكلم عن مثلا عن لائحه النادي الاهلي، وعن لا يقبل وجهات النظر ولا يقبل الاختلاف عليه ممن ينتمون للنادي الاهلي. وهقول يعني لحضرتك حضرتك تقصد ان لو في وجهه نظر مختلفه هي في مصلحه ان انا اعدل داخل اللائحه الخاصه للنادي. لانه انا هشرح لحضرتك قصدي ايه. من كام سنه وايام مجلس الكابتن حسن حمدي الذي يعني احترمه كثيرا الكل جدا، يحترمه، الكل يحترمه، كان يرأس النادي الاهلي. النادي الاهلي من سنه 1907 كان واخد ارض الجزيره بايجار رمزي. نعم. وفجاه بعد كل هذه السنين قرر محافظ سابق للقاهره انه لا، الاهلي مش من حقه هذه الارض، ويجب ان يدفع ملايين كل سنه ايجارا لارضه في الجزيره. والنادي الاهلي حاول وشرح ان هو قلعه رياضيه، هو مش واخد الارض دي، لا بنى مول ولا بنى فيلل بحه للناس، مش موضوع استثماري، ده موضوع رياضي. الاهلي واعطى مقابل هذه الارض ابطال ونجوم لا اول لهم ولا اخر في كل اللعبات، وجاء بانتصارات وافراح لمصر كلها، سواء لكن في النادي الاهلي وفي المنتخبات. لكن لم يصغي هذا المحافظ لكل ما قاله النادي الاهلي. وبلغ الامر العناد انه فكر ان يرسل الاوناش والكراكات الى الجزيره علشان يهدوا اسوار النادي الاهلي في الجزيره. قلبه جامد قوي يا دكتور ياسر. انا عايز اقول لحضرتك دي حكايه انا كنت شاهد عليها، انه اشد المختلفين مع الكابتن حسن حمدي، اشد المختلفين اللي بينهم حروب وصراعات، قالوا انه لو المحافظ قرر دوت كله هيجي وهيقفوا جنب حسن حمدي ومحمود الخطيب مع حفظ الالقاب كلها، وهيقفوا حوالين سور النادي. نعم. الاهلي زي مسلسل الرايه البيضاء بتاع الاستاذ اسامه قمر وكاشع، حمايه للنادي الاهلي وحفاظا دي على أخلاق النادي النادي الاهلي. الاهلي عشان كده دايما الاهلي فوق الجميع. نعم. هو ده المقصود، الاهلي فوق الجميع، مش فوق القانون، مش فوق الدوله، مش فوق الحق، لكن مصلحة الأهلي أهم من أي مصالح أو مكاسب لأي من أبنائه. نعم. عايز أنا شرحت الحكاية دي عشان أعود بيك إلى مسألة اللائحة. الأهلي من حقه أن تكون له لائحته الخاصة. وأنا مش شايف إنه الأمر، لأنه في بعض الآراء طلعت أوعوا تروحوا الجمعية الخاصة باللائحة، أوعوا تقبلوا هذه اللائحة وإلا سيكون ذلك خراباً على النادي الاهلي. يعني خرابا استنادا الى 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 ما؟ انا ما اعرفش استنادا الى ايه. بالمناسبه لائحه 2017 هي نفسها باستثناءات قليله جدا لائحه 2014 اللي اعدها كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب والاستاذ العمري فاروق ومجلس اداره استاذ خالد مرتجي استاذ خالد درهمدلي، والذي حارب كابتن حسن حمدي لإقرار هذه اللائحة ولكنه اصطدم بحاجز القانون. نعم. كان وقتها القانون لا يسمح للأندية
بأن تصيغ لوائحها الخاصة، وهي لائحة موحدة يجري تطبيقها بالقوة على على الكل. كل الأندية. نعم. لكن كابتن حسن حمدي حاول، الأهلي يحاول دائما أن تكون له لائحته الخاصة، لأنه باختصار شديد الأهلي تأسس 1907، في فبراير 1908 كانت له لائحته الخاصة قبل إنشاء اللجنة الأولمبية وقبل إنشاء وزارة الأهلي الرياضة. عمل لائحته 1908، اللجنة الأولمبية تأسست 1910، الحكومة بدأت تهتم بالرياضة 1920. الأهلي من 1908 وهو عامل لائحته الخاصة. بالمناسبة الأهلي عنده ميزة أنا قلتها مرة واحدة قبل كده، الأهلي هو أول نادي في مصر يسبق تكوينه أن تكون له جمعية عمومية. يعني الأهلي له جمعية عمومية، أول نادي له جمعية عمومية. فهذه اللائحة التي يقال عنها أنها لتخريب النادي الأهلي هي نفسها اللائحة التي كنا كلنا ندافع عنها وعن حق حسن حمدي في أن تكون الأهلي لائحته، فش أي تغيير غير بند الثماني سنوات اللي اتشال. لكن غير كده هي نفس اللائحة، حتى بشرط المؤهل، بشرط الخدمة العسكرية، بشرط الجنسية المصرية. لا، هي نفس المواد، لأنه الذي وضع لائحة 2014 أبناء للأهلي يحبون الأهلي ويخافون عليه، والذي وضع لائحة 2017 أبناء للأهلي يحبون الأهلي ويخافون طب عليه. طب دكتور ياسر، أنا كعضو جمعية عمومية وما عنديش أي فكرة عن اللائحة، وعندي مشكلة أيديولوجية مع مجلس الإدارة، إيه اللي يمنعني إن أنا أروح وأطلع وأشوف إيه هي بنود هذه اللائحة؟ ولو عندي اي تحفظ ابدي تحفظي واقول ان يا جماعه الكلام دوت مش في مصلحه النادي الاهلي، سواء اي بند من البنود، ايه اللي يمنعني ان انا انا مش معترض ان يبقى عندك مشكله مع مجلس الاداره، مش حابب مجلس الاداره، مش مقتنع بمجلس الاداره، بس احنا ما بنتكلمش انتخابات، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي. نعم. وعن حق النادي الاهلي وعن مكانه النادي الاهلي. يعني لازم نفرق بين أمر يحتمل وجهات النظر ويحتمل الاختلافات في الاختيار، وأمر لا يحتمل هذا الاختلاف. يعني أنا لما أجي أتكلم عن انتخابات في 100 مرشح، وأنا من حق أختار واحد من 100، وأنت حق تختار واحد تاني، وواحد واللي أنا أختاره ما يعجبش 10، يعني كل ده وارد، وكلنا ممكن نختلف بشرط الحفاظ على قيم ومبادئ، أنه بدون إهانة، بدون اتهامات كاذبة، بدون سخرية، بدون شتيمة، أو بدون أي خروج على النص، بدون التعرض بالسوء. لكن كل الحقوق مشروعة للجميع، أن يختاروا من يشاء، وأن يساندوا من يشاء، وأن يقفوا من يشاء. يعني ده حاجة بديهية، لكن أنا هنا بتكلم على حق النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي من حقه أن تكون له لائحته، لأن أنا برضو قريت أو سمعت اتهامات أنه هو فيها ايه لما النادي الاهلي يقبل باللائحه الاسترشاديه؟ هو الاهلي عمل المشكله ليه؟ والاهلي عمل الازمه ليه؟ ده كان ده بيتردد كثيرا. طب انت حضرتك كده خدتني لموضوع مهم جدا.